ممكن انك تصارحه بس ما يزعل ولا ما بيزعل؟ والله بدك تجامله يعني، والمجاملة ما كويسة يعني، ما في حل ثالث، ما في حل يا تاني. بده يزعل يا بدك تجامله يا والله زعل بطل، لا يزعل الله معه، وزعل حق له الله يقويه. بنشلي احيانا بتحكي مع واحد الصراحه بقول لك انت تمشيني على عقلك، لك يا اخي انت غلطان، هي الصراحه انا بحسن بجاملك وبحسن بزرفها للكلمه بس ما هو لصالحك. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج خليك رايح. حلقتنا اليوم رح تحكي عن الصراحة. الصراحة هو الامر اللي بيكون بداخلنا، اللي لما بنحكي بنشعر بالراحة بقعداتنا بجلساتنا بالافكار بالناس اللي بتكون موجودة بحياتنا. خلينا نسأل الناس عن مدى صراحتهم بالشيء اللي بيعبروا عنه لمدى انزعاجهم. تابعونا. مرحبا يا شباب. هلا والله راس. كيفكم يا شباب؟ كيف علين جا؟ مين صاحب المحل؟ مين لازم ندردش معه؟ ليش؟ أنا صاحب المحل. طيب خرج ندردش معك شوي، معلش تجي لعندي لو سمحت. كيفك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله تمام. مبسوط؟ تمام. الحمد لله. الحمد لله. هنحكي اليوم مع الناس عن موضوع الصراحة. إنه أنت أحيانا بتضطر تصارح شخص معين، هلا باعتبار أنت صاحب محل اليوم، فممكن يدخل لعندك زبون يسألك عن هذا الأمر هذا الأمر هذا الأمر، يكاسرك شوي بالأسعار، بتقول له بصراحة هيك موقف علي. شو رأيك بالفكرة؟ فكرة الصراحة. هلا شوف شو بدي أقول لك، هلا اللي ما في معي يعني عادي برعي، ما بوفي والله بقول له إنه ما بحسن رعي فيه، أعطيه برأس مال أو هيك ما بحسن، اللي ما في معي برعي عادي. طب احكي لنا بصراحة، ممكن أصحاب المحلات هيك يغلوا علينا شوي بالأسعار؟ هلا في منهم في كتير يعني مو. طب أحيانا أنت بتكون بأعداد بسهرات بجلسات معينة مع شباب، فبيحكوا فكرة أنت ما بتعجبك، بتصارحهم إيه؟ إنه أنا ما عجبتني هاي الفكرة. لا هلا أنا إذا عجبتني بصارحهم، ما عجبتني لا. ما عجبتك ما بتصارحهم؟ يعني ما بتقول لهم إنه هي الفكرة مو حلوة خلينا نغيرها؟ هلا إيه بقول لهم إيه. هلا إذا عجبتني يعني بوقف معهم. هي الصراحة. هي الصراحة إنك أنت تصارحهم إنه الفكرة عجبتك أو لا. تمام لك. طيب شكرا لك، شرفنا. أحلى بياسر. الله يعطيك العافية. كيفكم يا شباب؟ شو أخباركم؟ مرحبا يا شباب، كيفكم؟ عم نحكي اليوم عن الصراحة، إنه أحيانا ممكن نصارح شخص معين بفكرة ما بتعجبنا أو بموقف ما عجبنا، أنت مستعد تصارحه؟ عادي ما في أي مشكلة صراحة. طيب ممكن هذا الشيء يزعجه؟ يزعجه وبستغني عنه. تستغني لا عنه؟ لا صارحه وشي حق بحكيه ما في أي مشكلة. طب هو الصراحة لازم تكون محاطة بمعايير معينة إنه ما تجرح الشخص الآخر، بالضبط. نحترم مشاعره وكذا. بالضبط. في شي مرة أنت صارحت حدا؟ لا والله. أبداً. أبداً. ما بتحب الصراحة يعني؟ الله ما إذا المصارحة تكون مجاملة، مجاملة ما بدي إياها. لا مو مجاملة، الصراحة غير المجاملة، بتختلف الصراحة غير مجاملة. إذا بدي أصارح واحد كمجامل ما بدي أصارحه. إذا كان شو بتساوي؟ الله إذا واحد بحبه بصارحه بكل شيء. أسان في أخلي علي يعني مثلا أنا تصرفت معي تصرف مو حلو، تمام، وأنت ما حابب تجاملني، فشو بتساوي؟ بصرحك بقول لك تصرفك مو حلو بطريقة شلون تكون؟ بحيث ما أجرحك، بحيث ما تجرحني. بالضبط. طيب شكرا لك، خلينا نسمع رأي الشاب، بتوافق الرأي ولا لا؟ أنا معه بكل شيء. معه بكل شيء؟ شو ما بيقول؟ شو ما بقول؟ أيوة نحن معك للآخر. السلام. طيب الزلمة صديقك مو؟ أيه. ولا أخوك ولا شو بيعرفك؟ أخوي. أخوك؟ أيه. أخوك من أمك وأبوك؟ لا ولا بس بدك تقول أخوي أنا هو. أخوي. أيه. طيب في شي مرة صارحته لصديقك بشيء ما عجبك منه؟ مثل شو؟ لا أنا عم بسألك فيه. ولا شو ما بيساوي بدي أجبك؟ شفت شغلة مني وقلت لي إياها هيك. شفت شغلة؟ شفت شغلة علي وصراحتني مثلا غلط بتصير وما بتصير هيك. ما في. ما بيسوي شغلات ما بتعجب. لا
دائما معدل زلمه ما عنده شيء غلط. ايه طيب شكرا لكم، شرفنا فيكم، يعطيكم العافيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك معلم؟ ليش أخي يا رأس؟ زي شوي لعندي. شو أخبارك؟ الحمد لله رأس والله. تعرف عليك؟ عبد الرحمن عبيد. أهلا وسهلا أخي عبد الرحمن. رأسك. من وين حضرتك؟ تل مالد. من تل مالد. تل مالد. مالد؟ أيوة. وين هي البلد؟ أبلي مارع. أبلي مارع. أيوة. يعني تابع لحلب. أيوة. هنحكي اليوم مع الناس عن موضوع الصراحة. الصراحة. شو رأيك بالصراحة؟ ممتازة، في أحسن منا يعني؟ أنا بسأل. في أحسن من الصراحة؟ هلا إذا بدك رأيي أنا. لا حلو كويس. إيه ممتازة. بس أنا عم باخذ رأيك أنت. ممتازة. طيب الصراحة هي نفس وجهة النظر؟ هي نفس الرأي؟ هي نفس النقد ولا لا مختلفة؟ لا نفسها. نفسها الصراحة، مش تكون نفسها. صريح بكل شيء، أهم شيء. طيب صارحت حدا شيء مرة من أصحابك مثلا؟ لا. ليش؟ لا. طالما هي شيء كويس، أنت عرفت شيء كويس. إذا صارح حدا بدك تزعله. لك فعليا بدك زعله. ما في حل ثاني انك تصارحه هيك من دون ما اذا انتقادات خفيفه يعني ما في مشكله، بس لا انتقادات ماكنه بده يزعل. طيب بالعكس اذا انت حدا صارحك معناها ممكن تزعل. لا بزعل، لا بدك تصارحني اليوم مثلا على خطاي ما هي مشكله، ما عندي يعني مشكله عليها. تتقبل اجباري وبتعدل بعد الغلط فيي يعني. اكيد. لك في شيء مره هيك تصرفت على التصرف كثير صحك معدله كثير؟ مثل مجال شغلي يعني مثلا جاني من صحريتي والله اليوم لبنك فيه شيء او تعبان او شيء اجباري اذا طلع غلطي وين الصاير حضرتك هون بتبيع اجبان ايوه فحدا لما ينصحك انت بتعدي لك اجباري اليوم عم ينصحني لصالحي وعم بحكي معي لصالحي مو لهذا عكس الصراحه شو اسمه النفاق لك هيك انت بتسميه لك شكرا لك يعطيك العافيه سلام السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك أخي؟ يا هلا حياك الله. بس نتعرف على حضرتك. عبد الحميد وردان. أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. عم نسأل الناس اليوم عن موضوع الصراحة. تمام. شو رأيك بالصراحة؟ بزماننا؟ إيه. نحكي صراحة؟ احكي صراحة. بصراحة اللي شو رأيك بالصراحة؟ يا عمي صراحة والله ثقيلة كثير، ما كل واحد يتقبلها. ليش طيب؟ ليش؟ لأني منا كويسين. أنت بتقول لي احكي صراحة ها؟ الصراحة مو كويسة. إيه لا بزماننا. للأسف يعني. صفت يعني تجرح. أصبحت غير. بتجرح. اصبح انا اذا اكون صريح بدي اجرحك طبعا ما انت كشخص عم نحكي فهمت عليك طيب بشكل عام طيب ليش ما تنصحني بطريقه ما تجرحني ايه للاسف يعني صفت في مثل بيقول اول كانت النصيحه بجمل مو هيك هلا ما بجمل لكن بشو هلا صارت يعني نصيحه يعني اذا انا نصحتك نصيحه بكون بحبك فانت بتنظرني نظره ممكن مشان انا اصير احسن منك للاسف هذا الواقع ها يعني في سوء نيه ايوه في سوء نيه هو منها هلا الدنيا ما تغيرت كله على حاله بس نحن تغيرنا تغيرنا كثير في شيء اذا ثوابت انه الصراحه كويسه ايه بس الصدق كويس بس مشكله الصدق والصراحه عم بجرح طب انت يعني معاني من هالامر في حدا جرح بحكي لك بشكل عام عم والله طب اذا بدنا نخصص نحكي عنك ما نخصص عشان ما يكون يعني ما نجرح شي شخص لا ما تذكر لي شخص يعني ما تذكر لي اسم. اسمع حديثي يفكر انه هو له يعني من دون ما تذكر ما راح اذكره اكيد يعني ايه اكيد ايه. ما راح نذكر اسم ايوه بس والله هذا الواقع اذكر لي شي موقع هذا الواقع من دون ما تذكر لي اسم شخص يعني مثلا موقف عام انه مثلا حدا نصحك او انت نصحت حدا انا بتقبلها من الكبير والصغير النصيحه والصراحه اي بتقبلها بشكل عام انا بتقبلها وباخذها بحسن نيه بس ممكن غيري ما ياخذها بحسن نيه يفكر انه انا مشان اصير احسن منه مثلا ليش عم تفترض هذا الافتراض؟ ليش عم تفترض انه يكون في سوء نية عند الناس؟ لا لا هذا الواقع جربت يعني؟ اطلع اطلع ودور وبتشوف في عينك يعني جربت؟ لا ما جربت بس انت بتلتمس هالشيء هذا طيب جرب ليش ما جربت؟ يعني اليوم نحن حتى يكون مجتمعنا متكامل ما كل شيء بنحكي حتى يكون مجتمعنا متكامل لا بدنا نصارح بعضنا نساعد بعضنا للوصول للأفضل متفقين نحن هلا انا معك في هالموضوع طيب ايه يعني انا لحالي وانت لحالك ما فيك تغير ايدك نغير هلا وصلنا نحن لمرحلة يعني القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار نعم هذا حديث سيدنا النبي تمام فصار فينا اللهم أسألك نفسي للأسف طيب فنحن بعد هالمعاناة اللي عناها كلياتها لازم نكون تعلمنا يعني استفدنا الصدق من الدين الصراحة أساس الدين هو الصدق نحكي عن أحكي لك شغلة أنا يعني أنا معي فضل. أنا والدي الله يرحمه قبل ما يموت بنص دقيقة كانت وصيته الكذب الى الكذب
الكذب الا الكذب هاي اخر وصيه له. نعم قال لي قوم خذني طب الله يرحمه مات صدقا كانت اخر وصيه له انه الكذب الا الكذب. يعني قصدك عكس الصراحه هو الكذب. اي طفش اكيد اي ما بعرف بزماننا نحن ما بعرف غيرت الانفس في شيء اسمه بالحياه اسمه مجامله كثير هي عشان ارضي عشان ارضي شخص اي بجامله طيب هل وصيرة معنا وصيرة معك وصيرة مع الكل. طيب الشرط انه انا اذا بدي صارح حدا انه اجرحه او مشروطة هذا هذا مفهوم للأسف اغلب الناس حاليا قلة قليلة بتقبله. طيب والله انا بحترم رأيك شكرا لك. الله يحفظك يا رب فيك. الله وانا اتشرف فيك. الله يكرمك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن اتعرف على حضرتك؟ تفضل. محمد ناسو. اهلا وسهلا. عم نحكي مع الناس اليوم عن الصراحة. كويس تفضل. كويسة الصراحة؟ صراحة ما فيك بس منه. الصراحة هي نفسها وجهة النظر. صحيح. طيب شو وجهة نظرك انت بالصراحة بهذا الوقت؟ والله وضع تعبان تعبان ميتي وما في يعني كفؤ ما في يعني؟ الصراحة كفؤ ما في لهالبلد هي نهائيا. لا مو هذا موضوعنا. موضوعنا انه ممكن انت تكون قاعد بسهرة قاعد بجلسة بين اصحابك. ايوه. فحدا منهم يتصرف تصرف ما يعجبك بتصارحه بصار. لا لا لا, لا بصارحه صار. يزعل يزعل كيفه ما في الحق كلمة حق تقال. يعني ما عندك مشكلة يزعل المهم الصراحة. الصراحة أهم شيء. ممكن إنك تصارحه بس ما يزعل ولا ما بيزعل. والله بدك تجامله يعني والمجاملة ما كويسة. يعني ما في حل تالي. ما في حل. يا بده يزعل يا بدك تجامله. والله زعل بطل لا يزعل الله معه وزعل حق لا الله يقويه. هي الصراحة إنه نحن نقول الشيء اللي بداخلنا. كويس. من دون ما يجرح حدا من أجل التقويم والتعديل. على شغلة عادية ممكن تجامله بس كشغلة فيها غلط لا. يعني انت ضد الفكره؟ ضد الفكره. طيب نحترم رايك. على راسي. شكرا لك. تفضل يا استاذ. خلي لي اياك. شكرا لك. السلام عليكم. السلام. كيفك معلم ان شاء الله بخير؟ الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. مرحبا اخي كيفك؟ وعليكم السلام. علينا كيف صحتك؟ الله يسعدكم. عم نحكي اليوم مع الناس عن الصراحه. شو رايك بهذا المفهوم؟ يعني شلون يعني؟ يعني الصراحه كويسه؟ في اكوس منها؟ هذا عم بسال. لك ممكن تكون جارحه الصراحه؟ لك ممكن. لك تصرفت شي مره انت هذا التصرف من الصراحه صارحت حدا او نصحت حدا؟ المشكلة أحيانا بتحكي مع واحد الصراحة بقول لك أنت تمشين على عقلك لك يا أخي أنت غلطان. هاي الصراحة أنا بحسن بجاملك وبحسن بزرفها للكلمة بس ما هو لصالحك تحسن تجمل المفردات. يعني اليوم أنت لما تدل واحد على مصلحته بقول لك أنا بعرف مصلحتي أكثر منك هيك صاير يعني ما عم بيتقبلوا الناس. لا لا لا. طيب أنت على سعيلك الخاص تتقبل إذا حدا نصحك؟ بالعكس على فكرة يعني موضوع الصراحة موضوع المشورة سني مو كيفنا يعني إحنا عم نخترعه. نعم. الرسول اللي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستشير الصحابة ويعمل برأيهم ولو كان الإجماع كان غلط. ها موضوع الشورى غير الصراحة. هذا هو الصراحة لكان يعني هلا إذا حكوا معه على مبدأ إنه هي لا بقول ما بتقبل كان هذا الشيء عليه الصلاة والسلام لا إنه يجمعوا أيوة. لكن هذا رأيي هلا الصراحة إيش هو بجوز يعتبره رأي بجوز يعتبره لأن أنت هيك رأيك ما هي الصراحة هاي. انا رايي شكل وانت رايك شكل. طيب انت احكي لي عن موقف حدا نصحك وانت تقبلت بما انك انت بتقول انا بتقبل كثير كون هاي اخوي اصغر مني وبساله صارحني بتقبل ترجع دائما بتساله بتستشيره بتسال صارحك لكن في مشوره وفي صراحه. طيب مزبوط الحكي انه بتنصحه لكن في طبعا لكن طيب تمام يعني تشرفنا فيكم. يعني ممكن انت تخطئ ويجي ولد صغير هيك يصارحك بشغله تنتبه انت كنت تفكر حالك على صح. ايوه بس الصراحة لما انت بتجي انت تفكر فيها مظبوط طلعية لما ترجع لحالك لك ايوه انا ما كنت منتبه. طيب شكرا لكم. اهلا وسهلا. تابعونا على قناة حلب اليوم. اليوم؟ قناة حلب اليوم. تشرفنا فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا هلا. كيفك عام ان شاء الله بخير؟ متعلين علينا سالين. الحمد لله رب. الحمد لله. اهم شيء انك تكون مبسوط. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك يا رب. عم نحكي اليوم مع الناس عن موضوع الصراحة. الصراحة مهمة. إيه طبعا مهمة طبعا. انت بتحب انه حدا يصارحك حدا ينصحك؟ إيه اكيد لك الصدق ما في احلى منه
وبالمقابل انت بتصارح حدا بتنصح حدا؟ اكيد اكيد. ما عندك مشكله لو زعل لو شو ما صار؟ خلص مبين يعني الوضع شلون، امور يستفل تبقى بعد بده يزعل من الحق يزعل يكون مو على الحق. طيب مثلا يعني انت بس اذا عم يشتغل شغله ما هي مزبوطه صح، وانا جيت نصحته الراد يتقبله والراد. طب بكي رايك مو صح، بكي رايه هو الصح، هون يبقى شيء ثاني هذا شيء ثاني. يعني ممكن هو ما يعتبره صراحه، ممكن يعتبره تعدي. إيه ايوه انه يعني انا مثلا غيره منه او شغلي بهيك. اللي بده يصارح حدا في معايير معينه يمكن انه يكون اكبر منه اذكى منه؟ إيه طبعا لك دائما الكبير يعني اكبر منك بيوم اعرف منك بسنين، هذا المثل بيقولوا. طيب شروط الصراحه في شروط معينه ولا لا اي حدا ممكن يصارح اي حدا ثاني؟ بهاي ترجع يعني للضمير، ضمير الواحد بيكون اذا نيته كويسة وصافي بصارح نظامي و... وانت ما عندك مشكله حدا يصارحك ابدا. حضرتك ابو شو؟ ابو محمد. ابو محمد، ابو محمد اليوم عم يقول الكاميرا اي حدا بيشوفني بحب يصارحني انا جاهز. نعم نعم على راسي. شرفنا فيك. اهلين حبيب قلبي. الله يسلمك. الله يسعدك يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا اخي، كيفك؟ هلا الحمد لله، شلونك انت؟ مبسوط الحمد لله. حضرتك ابو شو؟ ابو عبدو. هذا عبدو الصغير؟ لا والله هذا ابن اختي. مرحبا، كيفك؟ شو اسمك؟ عمر. عمر. عمر اهلا وسهلا، كيفك اخي ان شاء الله؟ والله الحمد لله رب العالمين. كيفك مع الشمسات مع الجو؟ والله الحمد لله الجو كويس اليوم، جو ربيعي. الجو كويس. انت مع الشتويه والمطر هيك والحياه حلوه، لما مع الصيف كيف؟ والله انا بحب الشتاء بس يعني تعرفوا هني طين ومطر وخيامات ويعني ازمه بسوي الشتاء عنا. الجو بيفرض عليك انك تختار الصيفيه يعني. ايه بسوريا افضل الصيف. بسوريا افضل. طيب عم نحكي اليوم مع الناس عن موضوع الصراحه. ايه تفضل. شو رايك بالصراحه؟ انت من مؤيدي الصراحه ولا لا؟ الصراحه ممكن تجرح. هلا حسب الصراحه يعني، اذا منطقيه يعني عادي، واذا ما هي منطقيه يعني حسب الجو يعني. انت تقبل حدا يصارحك؟ هلا حسب اذا كان مقرب كذا يعني. ايوه حسب الشخص. حسب الشخص. مو مين مكان بحق له يصارحني؟ لا في حدا معين. طبعا المقربين يعني. بنفس الوقت انت ممكن تصارح حدا ثاني؟ طبعا اذا مامون عليه يعني. طيب شي مره تصرفته صارحت حدا؟ والله يعني يعني اصدقائي اكثر شيء يعني. اصدقائي إيه صارحتهم؟ بصارحهم يعني عادي حسب العلاقه يعني. شو الغايه من الصراحه؟ ليش بتصارحهم؟ يعني ما عرفت الاسباب كذا هيك شيء يعني. حتى تلفت نظره لشيء هو مو منتبه عليه. ايه اذا صديقي بمون عليه بحكي معه يعني بصارحه. وبيعدل؟ اي حسب هون شلون تفكيره هو، حسب اذا قنعته ولا لا، بجوز يقتنع بجوز ما يقتنع حسب. هو انت اللي عليك تعمله انك تنصحه، هو حبه او ما حبه يصدق. ايه مو هيك؟ ايه. طيب شكرا لك، شرفنا فيك. خلاص يا اخوي. كيفك يا حجه؟ شو اخبارك؟ والله حالي تعبي يا اخوي. الحمد لله. الحمد لله على طول. معلش نقرب شوي مشان هيك الميتورات. خير ان شاء الله. حضرتك ام شو؟ ضروري اذكر لك اسم ابني؟ اذا بدك، ما بدك براحتك. والله انا مرت فلان من عائله محترمه من عزاز، بس الزمان جاير علي. اهلا وسهلا. الله يسلمك. عم نحكي اليوم مع الناس عن موضوع الصراحه. الصراحه والله يا عين خالي الفقر عيمي قلبنا. هاي بصراحه. هاي بصراحه يا عين خالي. طيب. بروح ببيع بالبريه بحوش حوش، لا ابيع ولا اجي عايش عيلتي. عندي زلمة عاجز وعندي بنات انتين ارامل. يعني اليوم انت عم توصفين الوضع بصراحة. بصراحة لك ايش شوي يعني. طيب. الكذب ايش بيطلع منه يا عين خالد؟ تمام، خلينا نحكي بموضوع ثاني اللي هو مثلا انت ممكن تعدي باعداد بسهرات. كل شيء احكي لي بس لا تجيب لي سيرة السياسي الله يرضى عليك. انا لا هو موضوعنا اجتماعي. موضوع اولي كان اكوس يا عين خالد، كان في سهرات. موضوعنا اجتماعي انه هلا انت ممكن تعدي بسهرة مع الناس. لكن. فممكن يحكوا عن شيء معين، هذا الموضوع ما يعجبك. ما بيعجبني بقوم بروح على بيتي. طب بصراحة ما ممكن تحاوريه وتقولي انه بلا ما نحكي بهالامر ما بيعجبني. بنحكي لك ما بنحكي بنقول لهم، هالجيل هذا ما بسمع يا عين خالي هالكلام، هذا جيل التلفزيون والتليفون اكثر الكلام، عدوا عن التلفزيون. ايوه. لحقوا التليفونات الله. فانت يعني ممكن تصارحيهم. لك يعطيك العافية. طيب شكرا لك. يعطيك العافية. شرفنا فيك. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك ابو شو؟ ابو حسن. اهلا وسهلا عمي ابو حسن. تحية. عم نحكي اليوم مع الناس عن موضوع الصراحة. ايوه. انت بتحب الصراحه؟ شو يعني صراحه؟ يعني تحكي كل شيء بقلبك في الشو ما تخلي شيء تفش. ايوه. طيب وين اكثر شيء نحن بنستعملها بالاعداد بالسهرات او بالسوق؟ اكثر شيء شو نستعملها وين؟ والله بكل يعني محل ما بتروح سهران مع العالم بتحكي معه مثلا بيسالوك بتجاوبهم بدك تجاوب صراحه. يعني ما لها مكان محدد؟ لا طبعا ما لها مكان محدد. طيب
شي مره هيك صارحت حدا من اصحابك حدا من رفقاتك بشيء انت ما عجبك؟ كل شي بحكي صريح انا بكل شي صريح. ايه ليش لا يعني؟ طب من دون ما تذكر لنا اسم الشخص تذكر لنا شو التصرف او شو النصيحه اللي انت نصحته لو ما عجبك فيه شو؟ طبعا انا كوني مزارع مثلا بسالني ايما زرعت الفول مثلا ايما زرعت الحنطه ايش حطت لها اسمي دي ايش كذا بحكي هذا الحكي بجاوبه بصراحه يعني ما في حاجه اكذب عليه يعني ما في داعي لا ما في داعي اذا هو مثلا تصرف ما مناسب يعني مثلا خلط شيء بشيء او بتصارحه بتقول له انت عم تخلط بتصارحه اي ليش لا ممكن هذا الشيء يجرحه شلون ممكن هذا الامر يجرحه طبعا يعني تصارحه بطريقه ما تزعله يعني مو بطريقه والله يعني تجيه قمع مباشره يعني طبعا هي كلها حسب المناقشه اللي بتحدث يعني مثلاً الحاجة اللي غالط فيها بتحاول تنبهه بتحاول إنه لا هي ما بيجوز هيك غلط هيك صح هي بتعتمد على الأسلوب حسب أي طبعاً كل واحد حسب ثقافته حسب يعني هالإنسان هذا اللي عم يحكي مع الثاني حسب ثقافة الاثنين طبعاً كل الناس كل ثقافة لها وضع معين ثقافة لك قانوناً واحداً تختلف الصراحة عن الجرأة أو وجهة النظر أو الرأي أي طبعاً لا الجرأة شيء تاني هذا الجرأة أمام مسؤول أمام واحد مثلاً موظف أنت بدك منه شغلة جرأة إيه معه حقيقة الصراحة شيء والجرأة شيء آخر تمام يعني تلفون أي طبعاً قولاً واحداً طبعاً أنا ماني مثقف يعني تناقشني في المستوى حضرتك أبو حسن نعم في شيء مرة هيك صارحت أم حسن هيك في شيء تصل بالعكس أم حسن هي من الصراحة يعني هي إذا ما صارح مرته وما صارح أولاده لكن لما بدي صارح يعني هي حلوة العلاقة بالبيت تكون مبنية على الصراحة طبعا على الصراحة والتفاهم والحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين طيب نتمنى لك دائما تكون مبسوط ومروق يا ميت أنا شكرا لك تابعنا على برنامج خليك رايق قناة حلب اليوم يا هلا الله يعطيك العافية شكرا لك مرحبا عم كيفك شو أخبارك الحمد لله إن شاء الله بخير طول لي بالك شوي إيه عمرني مبسوط كثير طول لي بالك شوي طولنا بالك شوي طيب بدنا نسألك هيك على سؤال كثير حلو وعن الصراحة إيه أنت اليوم شو عم تشتغل بمحل بتبيع محروقات إيه نعم طيب عم نحكي اليوم موضوع عن الصراحة أنت أكيد عندك أصدقاء وعندك أصحاب وعندك كذا في شيء برا حدا من الشباب صارح معك نصحك نصيحة وأنت صارحت حدا بشيء من بخصوص إيش بأي شيء أنا عم بحكي لك عن موضوع الصراحة إنه مثلاً بالسهرات بالأعداد ممكن أنت تنزعج من تصرف أحد أصدقائك بتصارحه بهذا الأمر ولا والله ماذا صراحة ماذا ليش ماذا كله كذب ونفاق ودجل وخداع شو هي الصراحة الصراحة الصدق الصراحة الصدق صدق. طيب ممكن انه انا ابدي وجهة نظري بفكرة معينة او بشخص معين هاي بتكون شو نفاق حسب ضميرك انت اللي بقى ضميرك شو بدك تقيم هالمخلوق اذا عاطل قيمته كويس وإذا كويس وقيمته عاطل لا ما هاي ما صراحة هاي صراحة هاي مو صراحة أنا عم بحكي على الصراحة يعني مثلا أنا وأنت ماشيين بهذا الشارع نعم وأنت مثلا تصرفت تصرف ما شاذ ما شاذ شاذ فأنا ما قلت لك ما صارحتك بهذا الأمر هذا ما اسمه نفاق صح؟ تخاذل 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 طيب عكسه شو هو؟ الصدق والأمان الصدق والأمان الصراحة يعني هي الصدق والأمان الصدق والأمان والشرف والناموس والأخلاق كل شيء طب ممكن الصراحة تكون جارحة؟ إذا كان بتكون هلق بس هذه كلمة حق صار منافق هاد صار مجرم يقتل هاد بشرعون مين هيك بيقول؟ المنافقين مين هيك عم بيقول؟ قدمي كلها هلق صارنا بهذا الظرف هاد ظرفنا هاد طب بس معروف الصراحة إنه هي قول الصراحة قول الحقيقة قول الكلام اللي بيكون بداخلنا وهي حديث الرسول إيش قال آخر الزمان يكذب الصادق ويأمن الأمين وإن هالأمور هي ونحن هلق وقتنا هذا هو يا روحي طيب لو الناس هيك عم تفكر أنت بتبقى محافظ على الصراحة؟ أنا محافظ أنا بإذن الله محافظ على الصدق والصراحة والأمان والأمانة وبكل شيء الله خلقه طيب حضرتك أبو شو؟ أبو درغام أبو درغام بدك تصارحنا؟ لا الكاميرا شي مرة صارحت الحجة أم درغام هيك صراحة حلوة يا الله دخيلك أنا وهي غير شكل نصارح بعضنا بتصارحوا بعضنا؟ إيه نعم بكل أمان وصدق يعني الحياة بالمنزل عندك مبنية على الصراحة جيد جدا كويس معناها في تفاهم في تفاهم 100% الحمد لله الحمد لله نتمنى لك دائما يكون في تفاهم وتفاؤل دائما نعم نعم الله يعطيك العافية تشرفنا فيك آمين شكرا لك مثل ما شفنا أعزائي المشاهدين تنوعت أجوبة الناس ناس أيدوا فكرة الصراحة لو بده الشخص الثاني ينزعج وناس قالوا لا لابد أنه ننمق المفردات ونختار ألفاظ جيدة لحتى ما نجرح الشخص الآخر تابعونا بحلقة جديدة من برنامج خليك رايق السلام عليكم.